السلام عليكم من جديد مع وصفة جديدة. وصفتنا اليوم غادي تكون السومو بالكريمة ديال الطبخ ومع الروز. غنقدمو مع الروز. غادي تشوفوا معايا الوصفة. غادي نحتاج فيها الروز، الكمية على حسب عدد الأشخاص، شوية ديال الجلبانة هنايا أنا كتعجبني مع الروز، كريمة الطبخ، ملحة بزار، شوية ديال الثومة، الربيع، ورقة سيدنا موسى، والسومو كيف كتشوفوا راه كيتباع هكا قطع، ولا كيتباع هذا السومو كاملة وكتقطعوها نتوما. ما قلت لكمش الزيت البلدية، انا درت هنا شوية زبدة، شوية ديال الزيت البلدية، ممكن تخدموا بالزبدة ولا بالزيت البلدية، هي فاش غادي نشحروا ديك الثومة والربيع ونحطوا فيهم السومو. السومو ما كيبيش طيب بزاف، غادي غير شوية يتحمر ونحيدو. هنا كيف كتشوفوا زدت الثومة وغادي نزيد عليها الربيع وورقة سيدنا موسى ونخليهم يسخنوا شوية في الزيت وديك الزبدة حتى يطلقوا النسمة شوية، عاد غادي نحط السومو باش يتشحر فيهم. هنا غنبدا نحط دوك البافي ديال السومو غادي يبداو يطيبوا. المهم السومو راه ما كيبيش طيب بزاف كي قلتها وعاودتها لكم، واحد 8 دقائق غيبدا يدخلوا الطياب، كنقلبوا باش ديك الجلده تبقى مزيانه ما تقشرش، وندوروه للجهه الاخرى ثاني واحد 8 دقائق خصو يبقى فتي. كتشوفوا داك الطياب كيدخلوا كتدخلوا غير ديك البيوضيه شويه، صافي خصو يبقى ما يتحمرش بزاف باش كيبقى غوز من الداخل. هذا هو طياب المزيان للبافي ديال السومو. المهم هنا قلبتو على الجهه الاخرى تتحمر شويه، حيدتو حطيتو على جنب، وهنايا زدت شويه ديال الزبده مع ما بقاتش عندي في المقله، وغادي نزيد شويه ديال الربيع والثومه، وغادي نوجد الكريمه. غادي نخليهم ثاني يسخنوا شويه وغادي نزيد عليهم كريمه ديال الطبخ، وغنخلي الكريمه تعقد ونعاود نرد فيها لي مورسو ديال السومو ونخليه يغلى واحد 5 دقائق ونطفي عليه. هنا من بعد ما الكريمه ديالنا كتوجد كنرد ليها دوك القطع ديال السومو وكنخليها تغلى واحد 5 دقائق صافي ونطفي عليه. بالنسبه لهنا غادي نسقي انا داك السومو بالكريمه باش ما يجينيش ناشف، خليته على جنب ودزت نصاوب الروز. بالنسبه للروز ممكن ترافقوا الطبق باي خضر كتعجبكم هكا سوطي ولا اللي بغيتو، انا كيعجبني مع هاد الكريمه هكا الروز. خديت الروز ديما الروز باش يجيكم حبه حبه، ديروا قياس الروز الدوبل ديال الماء، مثلا كاس ديال الروز بجوج كيسان ديال الماء، ديما كندوبلوا العبار اللي عندنا في الروز. هنايا خديت الروز درت الثومه والربيع ورقه سيدنا موسى، الملحه، البزار، وجلبانه انا كتعجبني. صافي خليت داك الروز كيطيب في الكوكوط الكهربائيه، ممكن ديروه في كاسرول اللي غادي تاخذ 10 دقائق يوجد الروز. هذا هو الطبق النهائي ديالنا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ونكون خفيفه ظريفه عليكم. بسلامه.